هل تعتقد بأن عدم يعني مواصلتك في المراحل النهائية لأرب آيدل عدم اختيارك لأغنية جميلة رغم الإمكانات الجميلة التي تمتلكها ومدحها الكثير؟ أول شيء أحب أمسي عليك حبيبي قلبي بشير وعلى مشاهدين قناة بلقيس وخاصة برنامج بين قوسين. مرحبا فيك. ودائما أنت منور الشاشة ومواضيعك جدا حلوة. ألف تحية لك يا حبيبي، الله يسعدك. ومن شان إنه أنا كفؤاد إنه يعني ظهر أمام الناس إنه ما وصل مثلا لمرحلة معينة، معناته انه مثلا يعني افتكر لشيء معين او شيء، لا هذا الكلام طبعا مش صحيح. نعم. انا يمكن اول شيء قبل اي حاجة ارادة الله كانت مشيئة الله ان انا ما اواصل البرنامج، اوصل لحد معين. نعم. غير كذا كان في اشياء اللي هي الاشياء الاخرى، انه مو قضية يمكن الاختيار بقدر ما هو يمكن الأسباب تهيئات، إنه مثلا يعني كانت الأجواء مش مناسبة وقت الغناء، كان في أشياء أخرى يعني يمكن مش ظاهرة للناس. ولكن في الأول والأخير يعني أنا حتى لو أنا ما وصلت، الشباب يعني فيهم الخير والبركة. نعم. وإحنا كفنانين يمنيين أو كناس عندنا يعني موروث أو 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 فن حقيقي يعني، وبالأصح إنه أول ما تغنى يعني الفن هذا وظهر للناس بشكل اللي يستاهله، الناس كلهم حبته. إحنا من أول ما طلعنا في غنى المجموعات وأول ما غنيت أغنية أنا أستاهل اللي صار، الناس كلهم استغربت يعني أول مرة يسمعوا الحاجة كذا بالجمال هذا. فالتراث عندنا لو وصل للناس وترتب بشكل معين إحنا بنوصله، مش بالشرط إنه يوصل عن طريق برامج، دام انه نحاول نجتهد على انفسنا، ودام انت عندك شيء بتوصله للناس سواء في برنامج او غير برنامج. نعم. يعني طيب فؤاد، كيف تشوف نفسك الان قبل يعني بعد أرب آيدل؟ يعني ايش اللي غير لك هذا البرنامج؟ ايش اللي ممكن خدمك سلبا او ايجابا يعني؟ شوف، البرامج بغض النظر عن مثلا عن انه مثلا انا كشخص مثلا يعني مستاء اني مثلا خرجت من المسابقه، في هذا الجانب صح، لكنه استفدت تجربه. اول شيء اكتسبت خبره في اشياء معينه، يعني يظل الانسان يعني مش احد يعني زي ما يقولوا يولد يعني معلم. نعم. الانسان مع الحياه يتعلم. انا استفدت تجربه جدا، كانت جدا جميله. تعرفت على شخصيات يعني كان يبغالي فترة إلين أوصل لها يعني. نعم. الناس سمعت صوتي، وبداية زي ما يقولوا شرارة البداية أو أول خطوة كانت من البرنامج. إن شاء الله الناس إن شاء الله نعدهم بأشياء جدا يعني يعرفوا. نعم. شخصية فؤاد ويعرفوا الفن اللي عندي، إيش اللي بقدمه للناس فيما بعد. نعم. فؤاد، ايش رايك الان والمشاهدين الكرام نسمع اغنيتك الجديده اللي انا استاهل نسمعها، وبعدين نواصل الحديث؟ بالتاكيد بنعود للاخ عبد الله الخليفي ونعود لك، ولكن بعد نسمع هذه الاغنيه انا استاهل للفنان فؤاد الهتار. كلام الحب كله طار، حسافة يوم وليته، كلام الحب كله طار، حسافة يوم وليتك وأمنتك على الأسرار. الله الله، أنا استاهل اللي صار.